تفاصيل الوضع الميداني على الأرض في درعا وآخر تطورات الهدنة فيها. للمزيد ينضم إلينا من درعا بشر الأحمد مراسلنا من هناك. بشر، إذن الهدنة ما زالت مستمرة، أين ستنتهي أو بأي وقت تحديدا سوف تنتهي هذه الهدنة، هدنة 48 ساعة، وهل هنالك بوادر لتمديدها؟ نعم، ما زالت الهدنة مستمرة 28 ساعة على بدء سريان الهدنة. ما زال هناك الكثير لاختبار التزام قوات النظام حقيقة بهذه الهدنة من عدم التزامها بها. حتى هذه اللحظة ما قامت به قوات النظام من خروقات في الربع ساعة الأول قامت قوات النظام باستهداف أحياء درعا المحررة غارة جوية بست صواريخ من الطائرات الحربية، وقامت باستهداف ذات الأحياء بثلاث صواريخ أرض-أرض. هذا بالنسبة للاستهداف الثقيل والجوي. أما بالنسبة للاستهداف المدفعي والاستهداف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة فهو ما زال مستمرا وبشكل متقطع منذ بدء سريان الهدنة، ولم تلتزم قوات النظام بإيقافه. على صعيد متصل أيضا، ما تزال قوات النظام تستخدم المزيد من التعزيزات باتجاه مدينة درعا، وهذا يعتبر خرق للهدنة بموجب نص الاتفاق الموقع عليه، حيث يمنع النظام من استخدام أي تعزيزات وتحشيدات جديدة له باتجاه مدينة درعا. يعني نفهم من كلامك بشر بأن هنالك تعزيزات جديدة لقوات النظام رغم أنه أعلن عن التزامه بهذه الهدنة وخفف التصعيد نسبيا على الأحياء المحررة في المدينة. تماما ميرنا، البارحة دخلت بعض الشحنات الذخيرة حسب مراصد الثوار، وبعض نوبات العناصر التي دخلت إلى مدينة درعا عبر الطريق الدولي، بالإضافة إلى رتلين حسب شهود عيان. نعم. دخل إلى المدينة عبر الطريق الدولي دمشق درعا ومرة من خربة غزالة. هذا يعتبر خرق. طبعا ليلا أثناء دخول أحد الأرتال قام الثوار باستهداف هذا الرتل وردا على هذا الخرق، وقالوا أنهم حققوا إصابات مباشرة فيه. طيب، بناء على موقف الفصائل الذي لم يعلن التزامه ولم أيضا ينفي التزامه بهذه الهدنة، هل هنالك بوادر لتمديد هذه الهدنة؟ هل هنالك أي أنباء أو أي معلومات وصلت إلى هذه الفصائل من غرفة عمليات الموك، تعليمات جديدة تلقتها هذه الفصائل بخصوص الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين الأمريكان والروس في عمان؟ حقيقة ميرنا، علينا التنويه هنا إلى أن غرفة العمليات التي المسؤولة عن عمليات مدينة درعا وهي عمليات البنيان المرصوص ليست جبهة جنوبية بمجملها، فعمليات البنيان المرصوص يعني تحتوي على فصائل أخرى كأحرار الشام وجيش الإسلام وأيضا هيئة تحرير الشام وفصائل محلية أخرى، بالتالي ليس قرار الجبهة الجنوبية ملزم دائما لغرفة عمليات البنيان المرصوص. لكن في الواقع عمليات البنيان المرصوص كانت يعني ملتزمة بشكل ضمني باتفاق خفض التصعيد، لكن قوات النظام اخترقت أو خرقت هذا الاتفاق وقامت بمهاجمة المناطق المحررة في المنشية وحاولت الوصول إلى الجمرك القديم، ما استدعى غرفة عمليات البنيان المرصوص إلى فتح معركة الموت والمذلة وتحرير الحي. نعم. أيضا في المخيم قامت قوات النظام بخرق هذا الاتفاق ومهاجمة المناطق المحررة، فقام الثوار بالتصدي. بالتالي إذا استمرت قوات النظام بالالتزام، يتوقع أن يستمر الثوار بالالتزام بهذه الهدنة في مدينة درعا، ويتاح لهم فتح جبهات أخرى في ريف المحافظة، وهذا وارد جدا في الفترة القادمة. نعم. سؤال أخير عن وضع المدنيين، بما أنه هنالك هدنة، يعني هنالك نوع من تخفيف التصعيد على المدنيين، ولكن بنفس الوقت لا يوجد منظمات إنسانية وصلت لتقديم المساعدة. هنا نتحدث عن هذا الموضوع بالذات، لماذا هنالك تقصير بهذا الجانب؟
أكثر من 50,000 نسمة، عدد سكان أحياء درعا المحررة العدد النهائي أو الأخير للسكان الذين نزحوا نتيجة الحملة الأخيرة باتجاه قرى وبلدات ريف درعا الشرقي وباتجاه السهول المحيطة بمدينة درعا. طبعا مجلس محافظة درعا أعلن هذه الأحياء منطقة منكوبة، لكن للأسف لم تأتي أي منظمات وتقوم بتقديم وتقدم المساعدة لهؤلاء النازحين. المنظمات الموجودة والتي تقدم المساعدة ما زالت تقدمها بشكل اعتيادي، لم يكن هناك أي شيء جديد يعني يضاهي نعم، ما وهذا بالفعل مستغرب من أنا أشكرك على هذه المداخلة، كل هذه المعلومات، انتهى وقتي، شكرا لك بشر أحمد مراسلنا من درعا.